مسيكم بالخير. بطلب من كل واحد سيادي بلبنان وبالعراق وبسوريا وبإيران إنه يسمع، ما بقدر حطها فرد مرة، راح أقسمها على عدة فيديوهات. وإلى كل المأجورين اللي خانوا وطنهم ويلي ماشيين من أجل السلطة والمال، الشو أوف والمال، على رأس ميشيل عون ومرته وبناته وأسرته وسليمان توني فرنجية وولاده، إنكم تتصقفوا تسمعوا هالفيديوهات، رح برلش بالرقم واحد. اسمعوا هالعقل الفهيم المثقف. المدافعة عن حرم أهل البيت في العراق وسوريا لا تقاتل خارج حدود البلاد، بل إن قوات الإمام الرضا في بادية الشام والعراق وسواحل البحر المتوسط ليست نقاط خارج الدولة. وهذا كلام كتير كبير، فينا نبلش من هون جنرال، يعني من هالقول يلي عم بيقولوه، شو تفسيرك لهالقول؟ رح أحكي كيف بيقولوا بأكبر قدر ممكن من الإيجاز. عم نحكي الليلة عن إيران، معلش ما فينا نحن نفوت نعمل أنتريه أو ماتير من دون ما نكون عارفين بالضبط عن شو عم نحكي. شو هي إيران؟ إيران هي البلد اللي فيها فوق 82 مليون إنسان، 60% من السكان تحت 30 عمر، تحت 30 سنة. وبدون ما نرجع كتير لورا نحكي، بنتذكر نحن الأمل الكبير يلي نشأ سنة 2015 لما صار توقيع الاتفاق النووي يلي حصلت إيران من خلاله على رفع العقوبات عنها مقابل تخفيض أنشطتها النووية يلي كانت علتها بالخلاف التوقيع تبعها على اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويلي هو أحد الأهداف الاستراتيجية، أحد الأهداف الحيوية الأمريكية، هلا بحكي عنهم بعد شوي. وكمان مثل ما بنعرف سنة 2018 خرجت الولايات المتحدة إحاديا بالأول من هالاتفاق، فعادت العقوبات على إيران تدريجيا. في دول، في 8 دول تم استثناءهم آنذاك بقية الصين، واليوم حتى التبادل الصيني الإيراني يختصر بتبادل تروك بارتر، يعني بتعطيني أنت مشتقات نفطية أو بتعطيني نفط خام، أنا بعطيك رز وبعطيك أكل. ما في، التجارة ليست بالدولار. هالعودة إلى العقوبات ضربته للمجتمع الإيراني يلي كان وما زال يعاني من هذه العقوبات، وضربت شباب، في يقول كلمة معذب، يعني الشباب بإيران معذبين. أنا ملتقى بعدة ناس شباب هون بلبنان إيرانيين بيحكوني عن هالموضوع، واليوم أكثر من قبل عم نشوفها لإيران بقلب التوترات الجيوسياسية اللي منقول جيوسياسية، كلمة جيوبوليتيك هي تأثير الجغرافيا على سياسة بلد، ما بتقدر إيران تظهر من هالتأثير هيدا، لكن من قلب التوترات الجيوسياسية العديدة بصرف النظر عن علاقاتها المتوترة جدا مع الولايات المتحدة، منضيف عليها التوترات النووية العسكرية، التنافس مع جيرانها، مشكلة التسوية التي لا تنتهي في سوريا. ولا أقول بعد أنه الحرب خلصت في سوريا، مش أقول بعد ما بعد الحرب في سوريا، لأن الحرب لم تنتهي بعد، إضافة إلى المشاكل النفطية المتعددة والتنافس على توريد الغاز الطبيعي. عند غاز طبيعي إيران مش بتقدر تورده، كانت أوروبا بديه، هلأ أوروبا صارت عم تبعد عنه من بعد ما لقيوا حقول النفط بالبحر هون بوجنا ووج جارتنا الجنوبية. السؤال هو كيف وصلت إيران لهون؟ إيران 1.5 مليون كيلومتر مربع، يعني 4 مرات مساحة فرنسا، عندها حدود مع 7-8 دول، أرمينيا، أذربيجان، بحر قزوين، تركمانستان، أفغانستان، باكستان، تركيا والعراق، والأخطر من هاو كلهم عندها 2000 كيلومتر من البحر بينه وبين دول الخليج. وهون لما نقول دول الخليج أكيد عم نحكي عن البحرين، عم نحكي عن الإمارات، عم نحكي عن الكويت، وعم نحكي عن الجبار المقابل يعني المملكة العربية السعودية. مش لازم ننسى هون، بلش أقرب على الإجابة لسؤالك سجاد، إيران ثورة جمهورية، ولاية الفقيه المطلق السلطة بالفرنساوي يعني الولي الفقيه هو بيعتبر أنه بيجيب
تجي الأفكار من الله تعالى ومن مطالعات القرآن الكريم، وهو بيعطيها للسلطات المدنية يلي بالترجمة لتنظيم حياة الشعب الإيراني لموت. يعني منظومة متكاملة بالنسبة للنظرية تبعها انفيبل، لا يمكن أن تخطئ. هون بدي ألفت النظر على شغلة، إنه بإيران ما في خط سلطة، في خطين سلطة، في الخط الظاهر يلي هو الرئيس روحاني، يلي هو رئيس مجلس النواب والوزراء وإلى آخره، في الخط الثاني قبل ما كفي يعني الرئيس روحاني يلي مرتبط بالمرشد الأعلى، الخط الثاني يعني المرشد الأعلى يعني أمين عام المجلس الأمن القومي يعني علي شمخاني، يعني قائد الحرس الثوري، والحرس الثوري بحد ذاته يلي هو تصدير الثورة. هون بنفوت نحن بمصر. عفوا بلا ما قطعك، المرشد الأعلى يلي هو الولي الفقير، صحيح، الخميني، اوكي صحيح. وهون نحن بنفوت بمفهوم الثورة. الثورة مثل كل الثورات لا يمكن أن تبقى في البلد التي نشأت به وإلا بتموت، بدها تتصدر إلى الخارج لعدة أسباب. وهون أحد أسباب المشروع النووي الإيراني، وهون هذا في شوية تناقض فيه بس بدي زمطها هالكلمة، منه فقط موجه للجيران أو ضد إسرائيل قد ما هو موجه لتثبيت القدرة تبع السلطة للتحكم في البلد. لأنه نحن مثل ما بنعرف بإيران خلال 40 سنة اللي صار النظام الإيراني متواجد فيه، 42 سنة لنقول، لأنه من سنة 79 يعني مع السنة بيصيروا 42 سنة، لحد هلأ صاير فيه 3 ثورات بإيران وثلاث ثورات عم تطمع. بنزيد عليها المشروع المجتمعي يلي كمان واجب تصديره، يعني طريقة العيش. وهون بحب ألفت نظر على شغلة دقيقة، معلش، نحن بنحترم كل التقاليد وبنحترم كل طرق العيش يلي الشعوب بتختارها لنفسها، لكن يلي نحن بنرفضه رفضا قاطعا هون، أنا بقوله بصريح العبارة، إنه بتحاول تفرض هالنمط المعيشي على غيره. هون هيدي إحدى الأمور يلي أنا بحكيها بالاجتماعات اللي بنقعد فيها، هي إحدى النقاط يلي بعتبر الكلمة الثقيلة، هي فشل إيران وفشل الذراع الإيراني في لبنان، يعني حزب الله، لاقتراح للشعب اللبناني نمط عيش بيقبل فيه الشعب اللبناني. الشعب اللبناني ما قبل فيه هذا النمط، مختار نمط آخر. يمكن في جزء من الشعب بده إياه لهذا النمط، نحن بنحترمه وبنقول له صحتين على قلبك، لكن ما بنطلب إنه ينفرض علينا. برجع بقول لك إيران الاستقرار الصناعي. هون بدي أضيف شغل، الثورة في العولمة، نحن اليوم من حوالي 20 سنة حصل تغير جذري بالعلاقات بين الدول، تغير أساسي بالنظام الاقتصادي العالم. العولمة اللي انفتحت واللي هي فتحت الكوكب كله على بعضه. هلا بقول لك ليش عم بقولها، لأنه هيدي هي العنوان السياسي يلي الاستراتيجية الإيرانية تخدمه، ويلي عم بتفوت هي بالمعارضة مع الاستراتيجيات الأخرى، إن كانت استراتيجيات العالم العربي وإن كانت استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. دونك كنت أقول العولمة، العولمة يعني رفع الحواجز الجمركية، حرية التواصل، الانفتاح، حرية عبور المواد والأشخاص، تركيز الزراعة بالأراضي الأكثر إنتاجاً، تركيز الصناعة بالبلدان الأقل كلفة، إلى حد أنه حتى اليوم ما بقى في صناعات وطنية. وما رافق من ذلك التغيير من شو؟ من الثورة الرقمية وثورة الاقتصاد. الثورة الإيرانية واجهت العولمة بطريقة نحن ما شفناها. وهون بدي ألفت النظر للعالم العربي من المغرب إلى الخليج. اليوم العالم العربي يلي بقي فترة طويلة ريفراكتير لهالثورة العالمية لهالعولمة، ما كان امبرميابل، كان غير قابل على دخول عليه، وكان منطوي على نفسه وعايش على
رفض الاندماج وثقافة المقاطعة مع النظريات اللي رفاقتها ثقافة متمسكة بموروثات الماضي، وأصبحت آخر شيء العالم تبعنا العربي سوق استهلاكي ومنه سوق إنتاج ولا مركز علم يقدر يوصل العلم إلى مراكز الصناعة لهالبلدين تبعنا. لكن اليوم يلي عم نشهده اندماج العالم العربي بالعولمة، الناس عم بيسموه تطبيع، العالم عم بيسموه تطبيع، وشفنا كلنا المفاعيل تبع التطبيع يلي أنا بسميها بطريقة أخرى مصالحة العالم العربي مع دولة إسرائيل، عم بسميه المصالحة تبع الدولة تبع العالم العربي مع دولة إسرائيل، بس أنا يلي بدي أقوله إنه أكثر من مصالحة، هي مصالحة العالم العربي مع العالم قبل العالم يلي صار عم يفرض التغييرات برفض المعسكرات، إن كانت حتى إسرائيل اللي هي معسكر العالم عم بيقول له وقف التعسكر، وكل البلدان يلي عم تقدر يلي عم تجرب تعمل تغييرات لنفسها وتغييرات إيجابية لمحيطها من خلال العسكرة، العالم عم بيوقف بوجهها. هون بنوصل لهالمفهوم كيف الثورة الإيرانية هلأ عم بتواجه العالم العربي يلي عم يندمج بالعالم وبالثقافة تبع العالم، وهي بعدها ريفراكتير بعدها. أنا هون بدي أطعك اللحظة، يعني أنا بفصل بين التطبيع وبين العولمة، لأنه إذا بدنا نحكي بالتطبيع هو التطبيع مع العدو يعني مع إسرائيل، ولكن هن كان عندهم دبل، أنا على حسب رأيي عندهم يعني نوع من عدم قبول العولمة وعندهم عدم قبول التطبيع، وهيدولي there are different، مش واحد. العولمة اللي هو الانتباه على العالم يلي تأخروا العالم حتى أخذوها، سوري هيدا رأيي بس ما بعرف إذا لا أنا نظرتي لهالموضوع إنه العولمة تؤدي حتما إلى التطبيع، العولمة هي يلي مثلا عم تمنع يصير في حروب مجددا بقلب أوروبا، العولمة هي اللي عم تمنع نشوء صراعات مسلحة بين الدول الخمس الكبرى، هيدي حتمية. برجع بقول مرافقة بالثورة الشمولية وعم بتوقف الأنظمة، عم تجبرها إلى التغيير. وهون عم نجي تقريبا لعنوان هالمحاضرة اللي عم نعمل، إنه قلت أنا الاستراتيجية في خدمة السياسة، دونك سياسة إيران هي تصدير الثورة، كيف تصدرها؟ عندها استراتيجيتين، عندها استراتيجية هجومية وعندها استراتيجية دفاعية. استراتيجية دفاعية اللي هي حماية الهوملاند وجعله مقر لا يمس، غير قابل أن يصل الأذى، والاستراتيجية الهجومية أو الانفلاتية لبرا هي جعل أراضي الآخرين هن يكونوا ساحات المعارك، وهيدا عم نشوفها ويلي كانوا متكلين عليها الإيرانية ب شو بقول وصول بايدن إلى رئاسة الجمهورية. عم نشوف إنه من بعد يلي صار مبارح أول خطوط حمر، هذا أول خط أحمر من الخطوط الحمر يلي عم بتحطها الولايات المتحدة، ومن خلف الولايات المتحدة برجع أقول أنا المنظومة العالمية. يعني أنا اللي بدي أقوله إنه إيران ليست في مواجهة العراق يلي عم يجرب يتحرر منها، ليست في مواجهة سوريا يلي عم تلعب 50 لعبة مزدوجة، وليست في مواجهة لبنان، وليست في مواجهة إيران. اليوم إيران في مواجهة العالم، لأنه وصلت لمحل المد تبع الثورة وقف، هلأ بده يوصل لمرحلة الجزر، ومن هالجزر يبلش ويرجع لجوه لداخل إيران سوف يؤدي إلى الإمبلوجن، إلى الانفجار الداخلي يلي نحن عم نحكي عنه. بإيجاز حكيت أنا عن الاستراتيجية. هلأ إذا بدنا نجي نعود إلى السيناريوهات اليوم، بدي أنطلق من السيناريوهات من التأثير الإيراني السلبي على لبنان. أنا ما في اليوم
اجى اطلع ولقى انه تاثير ايران على البلاد كان ايجابي، حتى ولو قلنا نحن بمرحله من المراحل انه قبلنا نحن بهالتاثير تحت ذريعه المقاومه وتحت تاثير ذريعه تحرير الاراضي حررناها. قالوا الاسرائيليه سنه 2000 كانت سنه مفصليه، انتقلنا من التحرير كسبب فعلي الى التحرير كسبب وهمي، ما عاد في سبب، بدنا نختلق اسباب. وهون بينت الحقيقه يلي حقيقه الاستراتيجيه الايرانيه هي انه امتداد حدودها. انا من شوي كنت عم بقول انه عند ايران حدود مع 6-7 دول، اليوم ايران عندها حدود مع 30 دوله، منهم اسرائيل، منهم اسرائيل، منهم المملكه العربيه السعوديه من خلال الكويتيين والى اخره، بتعرفون هدول. نيجي نطلع على حالنا بلبنان لحتى نشوف كنا عم نقول explosion or implode، شو السيناريوهات اليوم يلي مبينة قدامنا. أنا بسميها مثل خطوط جهد. اليوم إيران بالبرنامج النووي تبعها انتقلت تدريجا، وأعلن عنها المجلس النواب الإيراني من حوالي 3 أشهر، وقد أقر السماح لعلماء النووي الإيرانيين برفع نسبة التخصيب من كانت 0.7 صارت 3، رفعوها ل 20، لما تصير 90 بتصير إيران عندها إمكانية امتلاك سلاح نووي. إذا نحن هذه البارت رح نخليها للجنرال حلو لحتى إيه ما رح أنا رح أوقف هون، بس رح أوقف بس رح أقول هالقد عنها، رح انتهي للفعل هلا. أوكي نحن استراتيجيا عم نحكي، اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تقدر تحمل انديفينيمون الى حد بعيد جدا ايران نوويه، اذا بتقدر روسيا تحمل، اذا اوروبا فيها تحمل، كلنا بنعرف اسرائيل ما بتقدر تحمل، اسرائيل ما بتقدر تحمل ضربه لدرجه رح اقول اكثر من هيك، حتى مش عم بحكي ضربه نوويه، حتى الصواريخ الدقيقه. وهون أنا مش عم بحكي إنه مبسوط بحالي، إنه مبسوط بالعدو، إنه العدو رح يعمل هيك ولا لا، أنا عندي مشهد قدامي عم بوصف هالمشهد لشوف أنا شو لازم أعمل لحافظ على بلدي. دونك إسرائيل ما فيها تحمل ضربة، حتى ضربة صاروخ دقيق تنزل على أركانها تعتبر انتصار لما يسمى بمحور المقاومة. طب كيف لكان إذا كانت ضربة نووية؟ ومش ضروري تكون ضربة نووية قنبلة هيدروجينية، أنا برأيي قنبلة نووية كلاسيكية تكتية صغيرة كافية تقلب الموازين، كافية تحقق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل، وهالإكليبر الاستراتيجي النووي يدفش إلى الحرب الكلاسيكية يلي أنا عندي تمام اليقين 10,000% أنه القوى البرية إيران حزب الله مين ما بدك يقدروا يتفوقوا على إسرائيل على المدى الطويل. ليه؟ لأنه عندهم ريزيليونس، إذا إسرائيل فيها تحمل 20,000 50,000 100,000 قتيل، هول البلدان اللي حكينا عنهم فيهم يحملوا مليون ومليونين وما يتأثروا. دونك الحساسية على الخسائر أكبر بكثير عن إسرائيل ما هي عند أخصامها. إذا تحقق التوازن الاستراتيجي سوف يتم الانتقال فورا إلى المستوى التكتي، ما قد يؤدي بعدين لإسرائيل لاستخدام النووي، الله لا يستر ما بنعرف، أو لإيران إذا حصلت على السلاح النووي تستعمله على إسرائيل. هذا أول سيناريو. ثاني سيناريو عم بحكي عنه إسرائيل وحزب الله، وثالث سيناريو داخلي لبناني. داخلي لبناني يعني يوما من الأيام الدولة اللبنانية كمنظومة سياسية تقدر توقف بوجه حزب الله وتقول له تعال قلت الاتجاه يلي رايحين فيه نحن الشعب اللبناني منه موافق عليه. ولا منه موافق عليه؟ أنا قلت مرة بالتمام بالمنامة أتبعوا مني بس بتأرجع أولى بالطريقة مهزلة لسببين. السبب الأول ثقافة، لأنه اللبنانيين بثقافتهم وبطريقة عيشهم أقرب بكثير للعالم العربي، أقرب بكثير للغرب مما هن قراب على طريقة العيش فيهم، مرتبطة بالمصلحة. لبنان دولة صغيرة بإمكانياته وموارده الضئيلة، ما بيقدر يدعي يعيش بأمن وبازدهار بعالم
تسيطر عليها العقوبات الأمريكية والعقوبات الدولية. يعني حتى بعد ما عم بحكي هلا من شوي، الثمان دول يلي منعتهم أمريكا التعاطي مع إيران، ما في إلا الصين عم تتعاطى معها وبعدها بحد قليل. رح خلص بعد دقيقتين. قلت أول فاكتور إيران، ثاني فاكتور إسرائيل وحزب الله، ثالث فاكتور داخل لبنان الدولة اللبنانية. مشان هيك حزب الله ما عم يقبل اليوم بلبنان إنه يصير في حكومة ما يكون عنده سيطرة عليها، بخاف إنك تقوم هاي تاخذ قرارات تجرني لاشتباك داخلي بلبنان. وآخر وحدة هي داخل الطائفة الشيعية اللي بنحبها واللي هي بقلبنا، واليوم أنا بقول لك إياها بكل ثقة وكلنا بنعرف، وخاصة هلا من بعد اغتيال السيد لقمان سليم، إنه اليوم الشعبية تبع منظومة حزب الله بأوطى مراحل منا عالية. يلي أنا شايفه إنه هالأربع سيناريوهات يمكن أن يحصلوا فجأة. هون بتذكر حادثة صارت سنة 1983 من بعد الاجتياح الإسرائيلي وبعد ما فلوا الإسرائيلية أو كانوا على طريق الفل، كانت الأوضاع بلبنان تقريبا فيها نوع من الاستقرار وكان فيها توتر مثل التوتر الموجود اليوم. بيبعث الجيش دورية لحتى تشيل مهجرين قاعدين بمنطقة وادي بوجميل، قاعدين ببيوت مختلفة، ومنهم كانوا قاعدين بمدرسة الأليانس يلي تابعة للكنيسة اللي بوادي بوجميل. بلشت القصة بدورية عم تشيل مهجرين، انتهت بانفجار أمني جر معنا 4-5 سنين 6 سنين. أنا اليوم اللي بدي ألفت النظر لإله، الوضع يشبه جداً هذيك المرحلة، كتير بيشبه هذيك المرحلة. اليوم منعرف كيف معقولة تبلش حرب لكن ما منعرف كيف سوف تنتهي، علماً أنه الخبرة بالأيام اللي مرقت. الحرب بين مين ومين جنرال؟ يعني في طرف واحد مطلح. لا لا لا، مش بس بلبنان، مش بس بلبنان. أوكي. أوكي. راح تكون بلد كونفلاجراسيون جنرال، راح يكون انفلاش حربي كبير. وهون بقولها مع ابتسامة، يعني لمن سيد حسن نصر الله من حوالي السنة وشوي طرح المؤتمر التأسيسي، انتبه لمن احكي انا عن سيد حسن نصر الله عم نحكي عن تأثير ايران على لبنان، يعني بعدنا ضمن استراتيجية هون. لمن طرح المؤتمر التأسيسي، المؤتمر التأسيسي انا ده لو فتنا فيه لو نفات فيه كان بيؤدي بسبب توازن القوى المفقود الى حل لمصلحة الحزب أو لا حل اللي هو بيكون خطر كتير جدا. لكن هو لا يزال مؤتمر التأسيسي مطروح وبقوة دقيقة، ومع الأسف بيطرح من الحلفاء. دقيقة من الحلفاء. شوف وين راح لك. لما نحكي نحن مؤتمر تأسيسي شو عملوا؟ رأيك اللي بلاش ديفورس، طبعا نرجع نعمل نحن توازن لتوزيع السلطات. توزيع السلطات قد يكون إعادة النظر باتفاق الطائف، قد يكون نسف اتفاق الطائف ونعمل شيء جديد، لكن ما هو ممنوع انه نطلع من دون اتفاق. ويومتها بالمواجهة لإله طرح نكبد طروحات، ما بدي اقول طرح، نكبد طروحات اللامركزية الإدارية الموسعة أو الفيدرالية إلى آخره. زيد عليها انه هلا حديثا طرح سيدنا الباطرك سيد بكركي المؤتمر الدولي. المؤتمر الدولي طرحه برأيي هو كونتربوا، هو إعادة التوازن، إنه يا خي تعب إذا هون في إيران في النظام السوري في حزب الله، هون في المجتمع الدولي في الفاتيكان. رح نرجع لهالبون جنرال، ما تبغيني بدي أبشر لأنه هيدا رح أقوله. رح نرجع لبارت تاني، يعني حكيت عن دور إيران، عن تأثيرها على لبنان على إسرائيل، ولكن في تأثير كبير كبير كان باليمن وبالسعودية، وهيدول كمان على الطرف على مدخل منطقة استراتيجية. رح نرجع لهالبونز، رح أروح عند جنرال حلو. جنرال حلو، شكرا وألف شكر جنرال مارون على هالعمق بالثقافة، إنك تحط هالاستراتيجية. بتمنى على الشعب السوري الوطني الكبير، تحية لإله، والشعب العراقي والشعب الإيراني والسياديين بلبنان تسمعوا، وأتمنى على المجرير الخوني اللي خونوا بلدهم يلي هني ماشيين تحت المظلة تبع منظمة الإرهاب والإجرام والقتل الأبرياء وسرقة المال العام وتدمير لبنان حزب الله، إن كنت تسمعوا وتتعلموا يا مجرير كيف تكونوا مثقفين وبتعرفوا تحكوا.
مشان هيك واحد مثل جون عباد ونهاد المشنوق بيخش عليكن وبيستلمكن كلكن وبيتنعملكن بميلكن وبيلتزوا على هالأغبية السياسيين اللي ما في شي هون، ابتداء من رفيق الحريري الحافظ الأسد ما في شي هون، والمخابرات السورية من أبو وائل ونزيل ما في شي هون بأمركم. الفيديو التاني بيجيكم، خاطركم وأهلا وسهلا فيكم.